اهلا اهلا، شلونكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونون بخير. اسوي سكين كير، وايد منكم يبوني اسوي البيس. يمكن يدد انا دائما اسوي البيس، يعني احس انكم حفظتوا البيس اصلا، بس يمكن يدد فولورز فراح اسوي البيس اليوم معاكم. المهم أبوي تصويره وايد عجبني فشريته، حاليا قاعدة أنقل معلوماتي. هي عندي وايد تلفونات، أنا ما قلت تلفوناتي، أنا كل التلفونات اللي استخدمتهم بحياتي عندي، من البلاك بيري أو قبل البلاك بيري بعد ما أدري، بس إنه كل الموبايلات اللي مروا علي بحياتي عندي، يعني لين ما يقدرون، لين ما أقدر أشغلهم خلاص ينهارون أقطهم خلاص لأنه ماكو مكان. أوكي شنو حطيت حق البيس؟ حطيت هذا السيروم، هذه براند كورية حلوة، ترطب، وهذا المرطب مالها. حطيت هذا الحماية من الشمس. اوكي برايمر، ما ادري شنو احط برايمر صراحة، لحظة. اوكي هذا مو برايمر، بس هذا شيء نحط قبل الميك اب من شارلوت تيلبري، حبيت فيه فتره وايد طويله ويا هذا، كل شوي بقعد بطلعه عملي. هذا يعطي لمعه حق البشره ويعطيها شيء رونق حق الفاونديشن، حتى لو انتم حاطين فاونديشن او انتم حاطين ميك اب، شوفوا يعطي شيء لمعه وايد حلوه حق البشره. بقيت حياتي حعيد وبكرر، بس شدي شوفوا اللمعة، خيال. شوفوا بشرتي وايد 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 متحسنة، عشان تبين أكثر، وايد متحسنة بشكل ما تتخيلون، لأن نومتي خربانة. اوكي بشرتي وايد متحسنه، تحت عيني شويه تعبان لان نومتي يعني معفوسه عفسه مو طبيعيه، بس هذا وايد ساعدني على ان بشرتي تصير احسن. هذا شوفوا يعني اختلاف اللون صار لا يذكر، هني كان انا اصفر وهني وردي وهني ما ادري، يعني وايد كان في الوان ويب، الحين لا كله قاعد يصير لون واحد. هذا من يونيك سكن، طبيعي. هذا حق الوي، واللي حق حق الجسم هذا اللي حاطته، هذا بعد الشاور تغسلون الاماكن اللي تحسون انها داكنه وتحطون هذا عليها، حتى لو اماكن حساسه. سو جود سو جود هذا، وهذا خيال يعني، كان نتيجه يعني قاعد تشوفونها لايف، انا بشرتي ما كانت كذي. اوكي اليوم راح احط ميك اب عادي، يعني ما راح ابدع شيء لاني بلبس كاجوال اوريدي، في بوت شاريتها من ديور خاطري البسه، ما ندري الحين، ما ادري شو الجو الحين برا، بالليل امس كان برد بس ما اتوقع الحين برد، يعني ما ادري متى بيصير برد، بتخلص السنه خلاص، يعني بيخلص السيزن. صاعد فوق وكل الدنيا شعر، ما ادري متى يقص شعرهم. المهم هذا الفاونديشن من شارلوت تيلبري اسمه اير برش فلولس رقمه 6 ورم. اوكي هذه درجته. اليوم يا بناتي بنروح معرض العطور ان شاء الله، راح نزور الشايع، طبعا الشايع غني عن التعريف، انا وايد احب دانتيل، اتوقع انتم يعني اكثر شيء سمعتوني اتكلم عنه بالحياة كلها دانتيل، عطور الشايع. غير الشايع بنزور تو براندز يدد عليكم، انا مو يدد علي، انا موجودين بحياتي صار لهم فترة، يعني خصوصا
براند واحد منهم. الله يسلمكم. هاد أول شغل حط الكونسيلر، راح أحط ميك اب فور ايفر رقم 2.5. هذا وايد ثقيل بنات، فتحطونه شوية بس. قبل لما استخدم تارت كنت أحط لهني، هذا لا بس كذي نص. خلصنا الموضوع. المهم بنات، مرة من المرات دق علي شخص، وزعت الكونسيلر والحين قاعدة أثبت بالباودر. المهم مرة قعدت ميتينج مع شخص، قعدت معه. المهم عندنا بالمكتب سوينا ميتينج، قال دلالة أنا عندي أفكار وكذا، ووريك باخذ رأيك بعض الشغلات اللي قاعد أشتغل عليها وكذا. أوكي، إحنا مشتغلين مع بعض من قبل، فوراني البراندات اللي هو مسويها. أوكي، يدد ما شاء الله لا إله إلا الله. يعني في براند، والله قلت له هذا البراند لو أنا بسوي براند راح أسوي كذي. قال لي أدري، طول ما أنا قاعد أشتغل على البراند كنت أدري إن هذا البراند بيعجبك ذوقك، هذا بس البراندينج. بعدين دزلي العطور البيت، دزلي سامبلز، كانت للحين البراند مو جاهزة، دزلي سامبلز. أوكي، عشت معاهم. المهم دزلي سامبلز وعشت معاهم، وايد عجبني، وأنا وايد سعيدة إن اليوم بروح أزورهم في المعرض، لأن كل شيء جهز وأقدر أصوره. هذا عندي يا من أول السنة قاعد أستخدمه وما أقدر أصوره، زين، لأنه مو جاهز حق الناس. فأنا وايد سعيدة اليوم إن أنا بروح أصور لكم ووريكم كونسبت أنا عشت معه كم شهر، والحين أنتوا تقدرون تعيشون معه ويكسبرينس إت. It's really nice, really nice. في براند ثانية بعد اليوم راح أروح أغطيها حق اللي عندهم يهال يركزون، راح تنهارون. وايد قوية الفكرة. حاليا قاعد احط هذا من سيفارا، هذا مو موجود بالكويت، ما ادري وين ماخذته انا، جايبته من برا وين ما اذكر. اسمه مايكرو سموث رقم 40، وايد حلو. شوية جديدة طريقة الايلاينر، يعني شوية حطه اخر شيء واول شيء، بس بالنص ما حطيت اذا لاحظته. شفت ايلاينر امل الانصاري كذي، انا قلدها. حلوة عيونها ما شاء الله، والله طلع حلو. شكرا امل. المهم البراند اللي اليوم بنروح نشوفه في المعرض اسمه خام. اوكي، هذا هو بنات، شوفوا شلون حلوة العلبة او الجام، شو اسمها هذه القرشة، زين. هذه العلبة، هذا البراندينج. هذا قبل لا ينزل كان عندي عشان بس اشوفه، وقعت في حبه وغرامه. البراندينج خيال،
شنو يعني خام؟ تعرفون المواد، المادة الخام من أي شيء اسمها خام، أوكي؟ فهو اسمه كذي خام. الحين راح أوريكم الكونسبت بالمعرض ينن، بس أنا ماي فيفرت أطر عندهم، ماي فيفرت من أول ما شميت الكولكشن كله خام، عطر خام، ذوقي 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 بشكل ما تتخيلونه. أنا وايد حلو، وايد راح يعجبكم. إذا ذوقي يعجبكم خام راح تعشقونه مو طبيعي. أخيرا أقدر أصور لكم إياه، أخيرا. هذا هو عطر خام من براند اسمه خام. الحين بنروح نشوفه بالمعرض ووايد راح تعجبكم. شوفوا هذا الرشوش مالهم شوك. البراند كنا براند عالمي والله كذي. المهم فراح نروح المعرض نشوف هذا الحين، راح اسولف لكم اكثر عن البراند اكثر. اليوم شلونها راح تلاقون اساطير هناك، وبقاعة بوتيكات ايضا عندهم بوث وايد كبير. بنات هذا وايد حلو، اذا رحتوا المعرض جربوه، it's really nice. نزلته عندي بالبوتيك بعد.